ما أن تقبل من بعيد حتى تسمع أصوات وهتافات المشجعين تتعالى في ميدان الفقيد ناصر الخليفي الرياضي وسط مدينة عتق ضمن دوري محافظة شبوة لكرة القدم. تعود الحياة الرياضية تدريجيا، ومعها تعود تكتلات المشجعين إلى ميادين الرياضة لتمارس نشاطها في تشجيع ومناصرة فرقها بعد انقطاع أثر على الحياة العامة والرياضية بشكل خاص. والله بصراحة يفرح كل الرياضيين بعودة النشاط الرياضي، ونتمنى أنه لا ينحصر على نشاط واحد فقط. يعني في السنة يعني بطولة كأس خروج مغلوب، يعني حرام على اللاعبين أنه يخرج في مباراة واحدة. نتمنى من مكتب الشباب والرياضة أن يزيدوا، يعني يلغوا بطولة كأس بطولة دوري، ما تحتصر البطولة على يعني على بطولة واحدة وهي خروج المغلوب، بطولة كأس فقط. انطلق دوري المحافظة في 20 يناير المنصرم برعاية من مكتب الشباب والرياضة، ويشارك فيه 24 ناديا، وتعد هذه الانطلاقة عودة للأنشطة الرياضية الرسمية بعد توقف لسنوات بسبب انقلاب وحرب الميليشيات التي تسببت بتضرر المنشآت الرياضية في المحافظة. حضور غير طبيعي وانقطع النظير، عدد كبير من أبناء شبوة تفرغوا أنفسهم من جميع المديريات للحضور والمشاركة والمساهمة في هذا النشاط. الحضور الجماهيري هذا لأول مرة يمكن يتم بهذا العدد بهذا الصورة. يطالب أبناء المحافظة باستمرار الأنشطة الرياضية كونها المتنفس الوحيد لخلق وإبراز مواهبهم والمساهمة في تطبيع الحياة والحد من العادات السيئة وملء أوقات الفراغ. أبو بكر حسين لقناة بلقيس شبوة.